يعرف شي واحد. قرب انا اول مغربي دخلت في المبادره حسن في مدينه دروب، وكيعرف القديم ديالي اللي في هذه المدينه كان في روح الوقت لا فيولونس، يعني واش عندكم شي جمعيه لهي؟ كاينه جمعيه. قررت باش ناخذ البادره في الاول بوحدي، وكان كاع الصداع اللي كان تيوقع ولا الانفصال وداك الشيء ديال هذا كلشي تيكون بلحدي. وحددنا جميع الشباب في موجوده في المدينه. او عفاك، وبالنسبه للمشاكل اللي كتوقع هنا في المغرب، المشاكل اللي كتصادفوها، شنو نوع المشاكل اللي كتصادفوها في المغرب؟ احنا ما كنلقاوها الا كنت صريح معقول كلها الامور متيسره، والا كنت تعكس الامور في امامك. هذا هو يعني الدخول ديالنا مع الجماريك شي عجيب وغريب، طيب مزيان، يعني معاملة مزيانة، مساعدة وخروج في أقرب وقت. يعني الأمور ميسرة بأشكالها، ما كنلقاو صعوبات هذا. حتى هنا تكلت شوية الوضعية ديال المقاطعات والرجال الشرطة، يعني في لاكارت ناسيونال كيسبقوا المهاجرين، في الباسبور كيسبقوا المهاجرين، جميع المسائل الأمور مسيرة.